بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره عالما بأنه إمام مفترض الطاعة. هذه أيضا من الأحوال ومن الظروف التي وردت الإشارة إليها في روايات أهل البيت عليهم السلام، بأنك أيها المؤمن الزائر عندما تريد أن تأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام اجعل هذه النية في بالك واستحضر هذا المعنى في ذهنك، بأنك لا تزور إنسانا عاديا، لا تزور أي إنسان مر على هذه الحياة، لا، أنت تزور من جعل الله سبحانه وتعالى مفاتيح الكون والخلق بيده، تزور من جعل الله سبحانه وتعالى اسمه على ساق العرش، تزور من جعله الله سبحانه وتعالى مصباحا للهدى وسفينة للنجاة، تزور من جعله الله سبحانه وتعالى بمعرفته يدخل الناس إلى الجنة، وبمخالفته وإنكاره يدخل الناس إلى النار. تزور هكذا إنسان، تزور هكذا شخص. فيجب عليك إذا أردت أن تحظى بالدرجات وبالمقامات العليا أن تكون هذا الأمر حاضرا في ذهنك. هذا الأمر وردت الإشارة إليه في روايات أهل البيت عليهم السلام، منها ما ورد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام؟ فقال له: يا طوسي، من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام وهو يعلم أنه إمام من قبل الله عز وجل مفترض الطاعة على العباد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا أولا، ذنوبه تكون مغفورة، وقبل شفاعته في 50 مذنبا، 50 شخص يستطيع له أن يشفع له هذا الزائر، ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له. هذه أجور ثلاثة، خصال ثلاثة لمن يزور قبر الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه إمام مفترض الطاعة. لاحظوا هناك إشارات عدة في هذه الرواية. أولا، الإمام الصادق عليه السلام قال: يعلم أنه إمام. يجب عليك أولا أن تعرف بأن الحسين عليه السلام هو إمام. يعني ماذا إمام؟ يعني يؤتم به، يعني يقتدى به، يعني تدخل إلى الآخرة وتدخل إلى قبرك وأنت في عنقك بيعة له، لأنه إمام. فهذا الإمام هو الذي تأتم به، هو الذي تدين بدينه. هذا أولا. ثم من قبل الله عز وجل، أي أنك في هذا اليقين، في هذه النية تعتقد بأن الإمام لا يكون تنصيبه وتعيينه إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. ليس إماما عينه الناس، ليس إماما جاء بهوى الناس، لا، إمام من قبل الله عز وجل. ثالثا، مفترض الطاعة، أي أنه إمام منصب من قبل الله عز وجل وطاعته مفروضة، يعني واجبة، ليس في طاعتك إياه والالتزام بأوامره والاجتناب عن نواهيه أي فضل وأي منة لك، بل هذا فرض واجب عليك، يجب عليك أن تؤديه. ثم ومفترض الطاعة على من؟ على العباد. لاحظوا، ليس على المؤمنين، ليس على الشيعة، لا، على العباد. الإمام الحسين سلام الله عليه هو إمام مفترض الطاعة من قبل الله عز وجل على جميع العباد، على الشيعة وغيرهم، على المسلم وغيره، كل الناس، كل العباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى منذ آدم إلى نهاية العالم.
بمختلف دياناتهم، بمختلف عقائدهم، بمختلف مذاهبهم، الحسين عليه السلام هو إمام عليهم، مفترض الطاعة عليهم. هذه الأمور الأربعة إذا جعلتها في بالك، جعلتها في قلبك وفي نيتك، وكنت على يقين بها، تحصلت على هذه الخصال الثلاثة. ثم الإمام الصادق عليه السلام في نهاية في ذيل الرواية المباركة قال إنه لم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له. لم يقل بأنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى بالحسين أو بجاه الحسين أو توسل بالحسين، نعم كلها دعوات مستجابة، ولكن الخصوصية عند القبر الشريف. وهذه إشارة إلى أمرين: الأمر الأول بأنك أيها المؤمن إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فتعال إلى قبر الحسين عليه السلام وادعوه في هذا المكان، لأنه من الأماكن التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يدعى فيها، والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها قضية الإمام الهادي عليه السلام حيث أرسل أصحابه عند الحائر الشريف حتى يدعو له، وقال لهم بأن الحائر من الأماكن التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يدعى فيها. هذا أولاً. وثانياً إشارة إلى أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يواظب إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام، أن يحضر ببدنه عند القبر الشريف، يحضر بجسمه عند الحسين عليه السلام. لا يكفي فقط أن يجلس في داره ومن بعيد، أو يذهب إلى أعلى سطح داره ويسلم على الحسين. نعم سلامه يصل إن كان مستوفياً للشروط، ولكن التأكيد والحث على أن تأتي أنت بنفسك عند قبر الحسين وتزوره في هذا المكان. كذلك في رواية أخرى وردت عن هشام بن سالم ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل، طبعا أنا أقتطع فقط موضع الشاهد، أنه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ قال: نعم. قال: فما لمن زاره؟ قال: الجنة إن كان يأتم به. الجنة إن كان يأتم به شرط، سنأتي ونبين. قال: فما لمن تركه رغبة عنه، يعني لا يجعل أهمية لقبر الحسين ولا لزيارته. قال: الحسرة يوم الحسرة، في يوم الحسرة وهو يوم القيامة سوف يتحسر على ذلك. لاحظوا هنا الإمام الصادق عليه السلام قال: الجنة إن كان يأتم به، يعني ماذا يأتم به؟ يعني يجعل الحسين عليه السلام قائدا له، وهو يكون متبعا له ومقتديا له في جميع تصرفاته. لذلك الإمام الجماعة والمأموم الذي خلفه يقولون: ها فلان يأتم بإمام الجماعة. يعني ماذا؟ يعني تابعه في حركاته، تابعه في ركوعه، في سجوده، في قيامه، في جلوسه، وإلا لا يعد هذا مأموما. هل رأيتم بأن إمام جماعة يقوم وهناك مأموم يجلس، إمام جماعة يركع ومأموم يسجد؟ هذا غير معقول، غير ممكن، وإلا لما سمي مأموما، ولما سمي هذا الإنسان بأنه كان مؤتما بإمام الجماعة. الإنسان الذي يأتم بإمام أي أنه يتابعه، يقتدي به. الإمام الصادق عليه السلام بيّن ثواب زيارة الحسين عليه السلام: الجنة، نعم، ولكن لمن يأتم بالحسين عليه السلام، أي لمن يشايع الحسين، لمن يتابع الحسين في أفعاله وفي تصرفاته، يفعل ما يريده الحسين عليه السلام. لذلك تجدون بأنه الإمام الباقر عليه السلام في رواية طويلة أيضا ينقلها لجابر، يقول له: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. هذه صفات شيعة أهل البيت عليه السلام، وهو ما أراده الإمام الصادق عليه السلام من جميع زائري الحسين عليه السلام حتى ينالوا الثواب الذي
جعلوه لزيارة الحسين سلام الله عليه. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.